كاريزما محدود عايشة فيا اللي طايرة نكون عيدية اللي صايد شدود من عينيا. من أين البداية؟ عندما يكون الحديث عن جماهير النادي الأفريقي التونسي، الجماهير التونسية الظاهرة التي لم يوجد لها تفسير في عالم مجانين الكرة. هل تعلمون أن الأفريقي توج مرة واحدة بدوري أبطال إفريقيا وبقي بعيدا عن دوري المجموعات في المسابقة ذاتها ل 22 عاما؟ جمهور ويكاثر، جمهور ويزيد، السر في الحكاية ما عرفناهاش هي. سنوات علمتنا فيها جماهير الأفريقي الكثير، وخاصة معنى كلمة الوفاء. هكذا استمرت الحياة التي آمن بها الملايين من جماهير الأفريقي من شمال تونس إلى جنوبها. أهازيج وكلام كثير، عقلية انتقلت من الأحياء الشعبية التونسية إلى مدرجات الملاعب. بالشغف أجابت جماهير الأفريقي على كل من انتقد عشقها لفريق باب جديد. أحببنا الأفريقي ولم نعشق الألقاب، كلمات هي مفتاح وسر نجاح الأفريقي في بقاء اسمه حاضرا ولو بالغياب بين كبار إفريقيا. اجتهدوا في حب فريقهم وللمجتهد نصيب. عاد الأفريقي إلى الواجهة من جديد ليمثل الراية التونسية في المسابقة الأفريقية، وللحديث بقية.